أيضا على التليفون الأستاذ شوقي كداس، كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري. سي شوقي مرحبا بيك. أهلا وسهلا. فقط نحب نقرأ للناس اللي قاعدين يخليوا في تعليقاتهم على صفحة الفيسبوك، خطر قبيلة ربما فما ناس عملوا ملاحظة، ما عادش كان أنت كنت تسمع في الحصة ولا على أساس أنه الخبراء اللي جايبينهم في الحلقة هذه يحكيوا خاصة على سي غازي الغرايري أنهم ينتقدوا في الدستور الكلهم ينتميوا للمدرسة الفرنكفونية ويعتبروها التجربة الفرنسية هي المرجع وغيره، ومش هكا معناتها يلزم ننتقد الدستور ومش بالشكل هذا، لأنه احنا حاجة أخرى وإحنا ديانة أخرى وغيره. فما شكون مثلا جوهر يقول بربي يا سي زهير الناس اللي قاعدين ينتقدوا في الخبراء في الدستور والأساتذة قلهم يخليوا ويلوحوا من يديهم البورتابل والكرهبة والجين على خطر زادة هذوك راهم من التجربة الفرنكوفونية. فوالا هكا وصلت كل الافكار. سيدي سي شوقي كداس، وانت كاتب عام للجمعية التونسية للقانون الدستوري، ملاحظتك حول مسودة الدستور؟ والله الملاحظات انا تو كنت نسمع في سيامين وسمعت سي غاضي وكل شيء، دونك باش نعاود نفس الكلام يظهر لي. لا فما نقطه ماذا بيا تحكي فيها، لانك عديد الايجابيات موجوده في الدستور، لكن ما هو الا مسوده لمشروع. اذا الانتقادات كلها ممكنه، ويظهر لي في اليوم الدراسي عبد الفتاح حمر اللي بهالمناسبه هذه ما دوب جماعه تحدث عن الفرنكوفونيه وكل شيء بالك شي ما يعرفوش، لكن عبد الفتاح حمر هو من مؤسسي المدرسه التونسيه للقانون الدستوري الله يرحمه، وباسمه هو عملنا اليوم الدراسي الجمعه اللي فاتت في المكتبه الوطنيه حول مسوده مشروع هذا الدستور، وان شاء الله من هنا لنهار سنين يكون بعد ما نسلموا رسميا المقترحات نتاع المختصين في القانون الدستوري اللي شاركوا في اليوم الدراسي هذايا للمجلس التاسيسي، نكون على ذمه الصحافه وعلى ذمه التوانسه الكل، وعلى كل حال باش يكون ان شاء الله نهار سنين في الليل ولا نهار 3 الصباح على صفحة فيسبوك متاع الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الناس كل تنجم تشوفه. على كل حال فيه التدخلات الكل أو حوصلة للتدخلات وسورتو للمقترحات في تحسين الدستور، ويلقاو كلها في شكل جداول في الفصل أو البند والملاحظات والاقتراح، دونك شيء يصلح لل لكل انسان يحب تكون عنده فكره وان شاء الله خارق العاده. سي شوقي للمؤسسين زادوي، سي شوقي نحب نقرا لك التعليق هذا للسيده ليلى عود اللي كتبت على الفيسبوك: الدستور يتعطل الان بسبب مطالبه البعض بان تكون العلويه لما يسمى المنظومه الكونيه لحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه، ويتساءل هؤلاء كيف نسقط الاتفاقيات الدوليه، نحن اسقطنا رئيسا واسقطنا مجلس نواب ومستشارين ولسنا مطالبين بقبول ما قام به نظام المخلوع من اتفاقيات تطمس هويتنا الإسلامية. يطالب البعض باسم حقوق الإنسان دسترة ما يخرج الإنسان عن إنسانيته كالمثلية الجنسية، وأن لا يكون الزواج هو الإطار القانوني للأسرة. فهل قمنا بثورة من أجل فرض نمط حياة عبر الدستور؟ من يريد أن يمارس الشذوذ فليبتعد عن المجتمع وليتركه مجتمعا سليما صحيا، فلا تنمية ولا إنسانية في مجتمع تأكل جسده أبناؤه أمراضا هي من مخلفات هذا الشذوذ الذي يتعطل من أجله الدستور. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تهمني نجاوب بالله على كلام. أنا قريت لك خويا والله ما نعرفش. طيب أنا وقت الإنسان يتحدث ويخلط الأشياء في بعضها. معناها نتحدث على الالتزامات تاع الدولة التونسية تاع الجمهورية التونسية فيما يخص القانون الدولي. هذه قاعدة عامة لكل إنسان قرأ القانون ويعرفها. كل التزام تتعهد به وتقوم به الدولة مهما كانت عندها سيادة معروف ما يمكنش لها باش كلمة واحدة موجودة في الدستور تقول هذا الكل نلوحه في الـ في الـ في الـ في الوراية وما عادش نستعرف به. كل المعاهدات اللي تصح لهم دولة وتلتزم بهم دولة فما إجراءات يجب اتباعها للحد او لوضع حد لهذه الالتزامات. معروفين لي بروسيدور سي لا دينونسياسيون ولا لو روتري، وهذم نحن اللي نقولوا انه يجب ان يكون هنالك استمراريه في الدوله التونسيه، ثم ثقه الدول الاخرى في الدوله التونسيه في الصوره اللي عطيتها في المجتمع الدولي. يا اخي ما فهمتش، نحب نقولها ان السيد هذه بالله يقول لي شنو المعاهده الدوليه اللي صحت عليها تونس وتتحكي تحكي عن هل تحكي عليها هي
مانيش نشوف فيهم انا الحكايه هذوما. احنا احنا اتفقنا في اعداد الحلقه هذه انه باش نحكيو على نقطه الامن والدفاع. يعني تبارك الله عليك الموضوع نتاعي فوالا وندخلوا لانه حلينا قوسين باش ما يقولكش سانسير وما قريناش للناس ونعطيو كل الاصوات وكل واحد عنده موقفه وما ميساش كل واحد زاد يعبر. نسكروا القوس هذاك ونرجعوا لموضوعنا المهم نقطه الامن والدفاع في مسوده الدستور اللي كان عليك عندك عليها احتراز كبير. تفضل سي شوقي. والله ما كانش عليا عندي احتراز كبير فيها. هي ماك تعرف وسائل الاعلام كلمت برشا هالنص شهر هذا الخرادي من اللي خرجت المسوده هذه سورتو على حكايه الفصل 95 وفي امكانيه انه يسمح بتكوين ميليشيات. ها لانه الفصل هذايا الصياغه نتاعو كانت ماهيش باوغوز كما نقولوا لانه يقول الدوله وحدها التي هي التي تنشئ القوات المسلحه وقوات الامن الوطني ولا يجوز انشاء تنظيمات او اجهزه مسلحه غير منضويه تحت الجيش الوطني او الامن الوطني نقطه نورمالمون. لكن احنا نشوف المؤسسين زادوا كلمتين يقول الا بمقتضى قانون وهذه هي الناس عايته تصاحت وقال شنو هذا اللي يسمح بتكوين ميليشيات يعني انه القانون في المستقبل ينجم يسمح للدوله للسلطه التشريعيه ان تنشئ هيئات مسلحه غير منضويه تحت الجيش. لكن برشا ناس تحطت وسي لطفي زيتون وسي الحبيب خضر وكل شيء قالوا كيفاش باش نعملوا مالا باش نصلحوا مثلا الديوانه. هذا يظهر لي ماهوش معناتها موجود لانه ما يقومش. حاب نقول لانه مثلا فيما يخص الديوانه اللي مسلحه ماهيش مسلحه كسلك هما بعض الاعوان مسلحين اللي يقوموا بمهام على الحدود وفي الاشخاص هذوما القانون ولا مجله الديوانه تسمح لهم بذلك. ولكن حتى بعض الموظفين الاخرين اللي موجودين كما حراس الغابات عندهم امكانيه مسك السلاح هذا يكون بقرار من طرف وزير الداخليه ووزير الفلاحه يمكن بعض الاعوان بمسك السلاح. لكن بون تجاوزنا هالمشكله هذا لانه في اللجنه المختصه بالسلطه التنفيذيه عاودوا راجعوا هالمشروع هذايا وتنحات كلمه بمقتضى القانون اذا تفصلت الحكايه هذه. فيما يخص الدفاع والامن بصفه عامه انا يظهر لي المشكل موجود في انه صدرت المبادئ او البنود المخصصه للدفاع والامن في باب السلطه التنفيذيه في قسم ثالث بعد رئيس الجمهوريه والقسم الثاني الحكومه نلقاو القسم الثالث الدفاع والامن. حقيقه ربي وقت اللي كنا مختصين في القانون الدستوري وفي القانون بصفه عامه قرينا هذا قلنا هذا يعني انه الدفاع والامن هو مكون من مكونات السلطه التنفيذيه وهذا لا يستقيم. ما نجموش تحطهم على نفس المستوى مع رئيس الجمهورية والحكومة. ولذلك اقترحنا أنه كل هالبنود هذه يجب وضعها في مثال الباب المخصص للمبادئ العامة للدستور. واضح. يقوم هذا الشيء هذا. باش ما نطولش عليكم وبصفة مقتضبة جدا يظهر لي فما بعض الإشكاليات في بعض البنود هذاك كيف فيما يخص الخدمة الوطنية مثلا. ما نعرفش أنا تونس وصلت إلى حد من المساواة بين الرجل والمرأة. أنا مثلا فهمت الخدمة الوطنية ما نفهمش علاش الفصل ما يتحدث كان على إلزامية الخدمة الوطنية فيما يخص المواطنين يعني الرجال ولا النساء المواطنات. لا علاش ما نقولوش الخدمة الوطنية مطالبة بها الرجال المواطنين والمواطنات. ونجم نزيد فقرة أخرى نقول في حالة عدم إمكانية الاستجابة لذلك من طرف وزارة الدفاع خاطر ما عندهاش الإمكانيات أو لحالة أخرى يطالب من كسواء راجل ولا امرأة اللي ما تنجمش تقوم بالخدمة العسكرية والخدمة الوطنية هذه أنها تقوم بخدمة مدنية كما موجود في كل الدول وبصفة في الخارج. وهذا يسمح بتكون فما مساواة ونحبوا مساواة بين الجنسين. هذا رجال ونساء زوج لازم يعدوا خدمة وطنية اللي عداها عسكريا في جزرنا واللي عداها في بيرو واللي خلص طرف من شهريته مدة سنة باش يشارك في الـ 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 كل ما تستحق الدولة في مخوف الإطار هذا. سي شوقي كما كان تسمح لي فيما يخص الحقوق الدستورية اللي قلنا يتمتع بحقوقهم الدستورية أعضاء الجيش الوطني إلا فيما يكون يتعارض مع الحياد نتاعهم وهذا يعني أن باش نكملوا في وضعية عدم السماح لأعضاء الجيش الوطني بالانتخاب كلش الترشح بالانتخاب. وأنا يظهر لي كنشوف القانون المقارن هذه حاجة تجاوزتها الأحداث
اليوم عديد من الجيوش كانت حابوا باش يعاودوا يقولوا لي فرانكوفونية نعملهم أنا، لكن كتشوف فرنسا تشوف أوروبا تشوف عديد الدول في الخارج هذا جيش ينتخب يوم الانتخابات. علاش أنا ما نقولش سمحنا بهذا، أما أنا نسأل سؤال آخر، عملناش استشارة في داخل الجيش الوطني باش نعرفوا هل الجيش الوطني قابل أو رافض لهذه الفكرة؟ أنا يظهر لي هذوما أشياء يجب الحديث فيهم قبل ما نصيغوهم في الدستور بطريقة نهائية. واضح. سي شوقي كداس نشكرك برشا، الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري، كما قلت نهار الاثنين أكثر تفاصيل حول النقاط اللي تحطوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالجمعية متاعكم. بارك الله فيك على المداخلة هذه.